وكنقول القناة دوزيم قبل ما تجي لسيادك هنا ودير تبغي دير تغطية على الحراك، سير غسل راسك الأول من ديك الفضايح ديال الموازين اللي كتلقلوها على التلفازة، وعاد فكروا تجيو ديروا التغطية لهذا الشيء. وحنا عرفنا أن داك التقرير اللي درتوه كله أكاذيب، لذلك لا يشرفنا أننا نعطيو التصاريح لمثل هكذا قنوات، قنوات معروفة بالميول ديالها للمخزن. لذلك سيري توضعي الوضوء الأكبر وعاد جي قول لنا نعطيوكم تصاريح. أنا ما كنعطيوش تصاريح لمن يمس أو يهين كرامة هؤلاء الأحرار والحرائر. ما على دوزيم إلا تقدم اعتذار ديالها بشكل رسمي، وديك الساعة عاد عندنا كلام. أما غير هذا فأبدا غادي تاخذوا مني شي تصريح، بلا ما تبقى تبرزتوا راسكم تعيطوا ليا. ما كنعطيش التصاريح أنا لمن يخون إرادة الشعب أو لمن يحاول أن يسيء إلى صورة الأحرار والحرائر. يكفي. إذن ما نساوش كذلك واحد الحاجة اللي مهمة، هم الأطفال الصغار صافي ترسخت في عقولهم الاحتجاجات والحقيقة ديال الدولة المخزنية. هؤلاء الأطفال والحمد لله كنشوفهم اليوم في الشوارع، الأزقة في كمشيو كنلقاهم لا للعسكرة كيهزوا شعارات تهما وعارفينش كيقولوا. الأطفال الصغار ولا واعيين كتر مشي الخزوم عاشقيين لحسب الرسم عندهم تاريخ في النضال وكذا وكذا. لذلك الجميع شافوا الحمد لله أنه هذا الحراك وهذا المسيرة لم يحدث فيها أدنى خلل أو انفلات ولو بشكل بسيط جدا خلال يعني طوال هذه المسيرة التاريخية. وشتو الحمد لله المواطنين كيفاش كانوا كينطفوا الساحة. هؤلاء هم الذين تم تسميتهم فيما مضى بالأوباش، هادو هما الأوباش السلمية أعطوا بها دروس. كيمشيو حدا الكوميسارية فين كاين الأجهزة القمعية اللي كتقمع فيهم وتخلي ضربوهم هكا، بهذا المصطلح اللي كان كيقولوا واحد السيد أنا مسؤول، كيمشي كيدير السلسلة ديالو. شتو كيفاش بعد أي شكل كيفاش كينطفوا الساحات، وهادشي كله لأن التربية ديالهم تربية معقولة، لأن هاد الناس فعلا باغين الخير للجميع، والهدف ديالهم هو أنه ملي خرج من الدار يلقى الخدمة ويلقى فين تعايش وفي قرا فين غيقرا. وهاد المسيرة الحمد لله كما قلت وقلنا وعرف كل شيء كانت ردا على من يتهموننا بالانفصال، وحتى أن البعض ما كانش عارف شنا هو الانفصال. ما عارفين شتي داك الحكومة اللي كتهضر على الانفصال، والله ما عارف شنا هي الانفصال، لأن الانفصال الحقيقي هي أن داك الحكومة اللي كتحسب راسها أنها طلعت بشكل ديمقراطي في الانتخابات تم تصويت عليها في حين أنها انفصلت عن هموم الشعب. فبدل أنها تنزل الشارع وتسمع الآراء المواطنين وشنو باغين المواطنين، تشارك وزير الداخلية اللي كيحكم على الحكومة. وأنا أرى صراحة أن هذه الحكومة لا تبشر بالخير بتاتا في البداية. شوف شنو دارت، مسؤولين دون المستوى، دون المستوى، حتى الكاريزما ديال المسؤول ما كاين عنده. وشتو كيف أنه تحول أحد المتملقين وصاحب التاريخ الأسود المسمى الشقر، كيف شنو قال؟ واليوم في المؤتمر دياله قال لك كلنا الحسيمة وكذا وكذا وكذا. شتي علاش كنقول لكم حنايا ما كتعجبناش السياسة؟ لأن السياسة كلها نفاق، ونحن لا نريد أن ننافق أحدا، ما في قلوبنا على ألسنتنا. شتوه شنو قال؟ انفصالية وتخري ممتلكات وكذا، حتى بكثرة الكرش والفساد باش دارها ما قدرش ينطق، حتى النفس ما قدر. ولا دابا في المؤتمر كلنا الحسيمة ونشارك من الحسيمة. قاف دارك بعد على سيادك الشرفاء، بزاف عليك الأحرار والحرائر أيها الخائن للشعب والخائن لدولتك
لو أنك تحب الخير لدولتك لما فكرت مساس بهموم المواطنين اللي كيخرجوا يطالبوا بمطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية، حيث انت علاش كدوا في فرنسا في الميريكان وكندا كتقري ولادك على برا وكتدجحوا لنا بالوطنية. الوطنية الوطنية تعني أنك أن نسائلك من أين أتيت بتلك كل الأموال. هذه هي الوطنية. الوطنية من حقنا أن نسأل كيف كنت وكيف كيفاش رجعتي. ويجي يقول لك كلنا الحسيمة، دابا ولات لك كلنا الحسيمة، كلكم كتعرفوا دابا الحسيمة، كوش كتطبلوا الحسيمة، لأن عرفتوا الحراك حراك قوي. وأن دوك الناس اللي كانوا كيعطيو القسم راه ماشي كيعطيو القسم من أجل القسم وفقط، بل القسم من أجل أن يضحوا بالغالي والنفيس. السيد كيقول لك كلنا الحسيمة، تانت دابا وليتي كتعرف الحسيمة الشقر، تانت وليتي دابا الحسيمة الحسيمة. إلى مزبلة التاريخ تنتظركم جميعا أيها الخوان لهموم الشعب ولهموم الفقراء والمحتاجين. أما الباقية فصراحة خصني ملي نتكلم نهضر عليهم خصني مشي ندوش، لأنني أحس أنني شي نجس قصتني، لأنكم لا تستحقون صراحة، لا تستحقون بتاتا. واليوم تكاكي السياسية بعد المسيرة، فاحكموا أيها الأحرار والحرائر. أخاطب الأحرار والحرائر إخواني وأخواتي، من لهم غيرة على هموم الشعب، ومن لهم غيرة على الفقراء والبسطاء وعلى من هم يعانون، من يمثل إرادة الشعب؟ هل الدكاكين التي نراها عبارة عن بومبيرسات وحفاظات، والتي صفقت لوزير الداخلية من أجل أن يتدخل بالقمع والهروات، أم الحراك الشعبي الذي خرج فيه ما يقارب 200 ألف؟ لذلك الأمر واضح جدا، لا تمثلون إلا بطونكم وأنفسكم. إذا شفنا نشوفوا حتى الأسرة ديالكم رفضينكم، لأنكم لم تقدموا شيء ولم تعطوا شيء